السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم سيدنا محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته للنجاة. كده يا أخي لبس بك للرجال كده. الله يسلمك للنجاة بارك الله فيك أنت يا بخير. أخي بيت نسولك الله يرحم والديك. مرحبا للنجاة. كان نتمنى عليك والحمد لله بزاف يا خطي ما كان فوني عليك دين. بيت نسولك الدكتور قريبان مع مصر دي خط. بيت نسولك يا سيدي إن بلغ يا في الدار ديك الرقيقة. كان طلب الله تمشي ليا ما خليت ما درت فيها وهي غايره عليا السكر على مواد على كل شيء كتغير ليا بالضبط. اشنو هي نجت؟ اشنو هي؟ النبله ديك الرقيوقه. النمله؟ هذيك الرقيقه بزاف وما بغيتش ندير لها الدواء كنطلبها الله نطلب الله نقول لها عيطك سيدي ربي ما عرفش ندير لها غير ليا في الدار. واخا هاد النمل هذا واش كيسبب لك اذى؟ اي كيغير لي على السكر. نعم السكر ذاك الثاني داول السكر في مكان تمشي له. نعم واضح لله واضح لله نجات. مستمعينا الكرام لاله نجات من اليوسفية كتعاني في الدار من النمل، عندها واحد النمل كيسبب لها واحد الاذى. حنا غنتكلموا بشكل عام ونحطوا واحد القاعده هكذا مطلقه بالنسبه للدواب او بالنسبه لهذوك الحشرات الصغيره اللي كتكون غالبا في البيت، إذا كانت تؤذي الإنسان فإنه جاز له أن يتخلص منها. مثلا هير، مثلا مشى، قط، أو سائر الدواب، أو النمل مثلا، أو النحل، أو غيره من هذا الدواب. للأصل أن الإنسان مخصوص يقتله، النمل لا ينبغي أن يقتله الإنسان، لكن إذا سبب لك ضررا وكان وجوده يعني يؤذيك في هذه الحالة جاز لك أن تتخلص منه. طبعا الآن يعني أسباب التخلص من النمل كثيرة جدا، والأفضل أن يكون مثلا برش الماء أو مثلا بطريقة اللي غتخليه يعني أنه يهرب من هذاك البيت. أما استخدام هذوك المبيدات اللي غادي تسبب ليه واحد التسمم وبالتالي ممكن يوقع تلوث يعني داخل هذاك الوسط ديال النمل، فهذا لا ينصح به أبدا. فلذلك الإنسان يعني حتى إن بعض السلف كان يعتبر النمل من الجيران وكان يطعمه بسبب أنه يقول بأنه هو جار والله تعالى أوصى بالجار. نعم، لكن أحيانا قد يتسبب هذا يتسبب في مرض، في ضرر، في أذى، والضرر يزال. قاعدة شرعية معروفة، الضرر يزال. فلذلك تنقل لك للا نجات تخلصي من النمل. ممكن أنك تتخلصي منه لأنه يسبب لك واحد الأذى. هذا التخلص بواحد الطريقة اللي تشوفيها أنت ما فيهاش يعني واحد التسميم. مثلا يعني بالنسبه لهذا النمل الناس كانوا كيديروا ليه الماء، انا عقل الناس كانوا كيديروا ليه الماء، او كيسدوا مثلا هذوك الاماكن اللي كيدوز منها هذاك النمل كيسدوها بشي حاجه باش ما باقيش يعني يخرج. وفي نفس الوقت انت غتاخذ الحيطه والحذر مثلا بالنسبه للسكر، تمشي لك هو السكر اولا بالنسبه للنمل الى قاس لك السكر، راه الاصل في النمل انه طاهر. واضح لا النمل اذا سقط في طعام او سقط في ماء أو أكل من السكر فإن هذا النمل الأصل فيه أنه طاهر، بمعنى أنه راه ماشي نجس لك هذاك السكر. ما تعنيش هذا باللي هذاك السكر غادي يتلاح، لا، غادي يكون هذاك السكر يعتبر يعني أنه بقي ممكن أنه يستخدم في العادات. فلذلك ما تظنيش بأن النمل مثلا إذا داز مثلا من واحد المكان أو طلع لك مثلا على رجليك أو شيء من هذا القبيل غتعتبري أنه يعني النجس، لا. كذلك بالنسبة لسائر الحيوانات، مثلا الهير، إذا كان عندك مثلا شي هير شي مش مثلا اللي قدر يسبب لك الأذى، يأكل لك مثلا الطيور ولا يأكل لك مثلا الدجاج أو شيء من القبيل، فتتخلصين منه. وهذا التخلص منه يكون بواحد الطريقة اللي سليمة، ماشي تقتليه وإنما تبعديه، تهزيه وتلوحيه في شي مكان بعيد، لأنك نعرفه بلي أن هذا الدواب اللي هي من الطوافين والطوافات، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الهير وقال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، إنها ليست بنجس،
إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. هذا الأصل في الهير أنه طاهر، بمعنى أنه إلى شرب مثلا من واحد الماء ولا من هذه السوائل فذلك الماء لا يعتبر نجسا، هذا الأصل. وقد يعرض لهذا الأصل ما يغيره، لأن أحيانا ربما احنا نشوف هذاك المشي مثلا كلا مثلا شي فار ولا كلا مثلا شي حشرة اللي هي مسمومة، فهذه الحالة ما غاديش نقولوا بأنه هو طاهر. ولكن لما توصل المرحلة ديال أنه كيسبب واحد الأذى أو مثلا واحد الهرة، مثلا لقينا مثلا واحد السيدة مثلا في الدار عندها مثلا مرض الربو ولا عندها حساسية من الهرة، فهذه الحالة خصنا نتخلصوا من هذيك الهرة، ما نخليوهاش في الدار. علاش؟ لأنه إلا خليتها غادي يسبب أذى ومرض لهذاك الشخص اللي هو متضرر من هذيك الهرة. فهذه الأمور كما قلت الأصل أنه ممكن يبقى في الدار، ولكن لما تشوفي باللي كاين واحد الأذى وكاين واحد الضرر جاز لك شرعا أن تتخلصي من ذلك الحيوان أو الحشرة، والله تعالى أعلم وأحكم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.